الجلسة الصباحية كانت في غاية الأهمية بوجود معالي الوزير خليفة شاهين، والأسئلة التي طرحت كانت في غاية الأهمية، والأجوبة كانت حقيقة موفقة جدا في التأكيد على أن قوة الإمارات لا تنبع فقط من رصيدها وقدراتها العسكرية التي هي ذات حضور مهم، لكن قوة الإمارات الحقيقية تكمن في الجوانب الناعمة لبروز الإمارات، والجوانب الناعمة خاصة التركيز على نجاحات الإمارات، خاصة على أن الإمارات لديها قيمة ثابتة، خاصة على أن الإمارات تستخدم أساليبها الدبلوماسية لتحقيق ما تود. فأعتقد يعني كانت الجلسة في غاية الأهمية في شرح هذه الأبعاد لجمهور ولمشاركين يأتون تقريبا من جميع أنحاء العالم.